سعيدة بهذا اللقاء مع الفنان القدير عبد المنعم عميري. مساء الخير. مساء النور يا أهلا وسهلا. الله يعافيك. إن شاء الله ينعاد عليك وعلى كل المتابعين يا رب بالخير وبالصحة. نحن الله يرضى عليك دائما نسأل ماذا في جعبتكم لهذه السنة؟ ليك وهي هون هذا وعندي مسلسل الآخر على قناة أبو ظبي والسرديب ووصايا الصبار، هذا من حسن حظي انه يعني عرضوا على قناة ابو ظبي. يعني شو اختلف في اجواء رمضان ومسلسلات رمضان القديمة؟ والله انا السنة تحديدا متفائل جدا بالدراما رمضان، لانه اعتقد بانه في سوية وفي منافسة كبيرة على الساحة العربية. اعتقد بان هذه يعني الاعمال سيكون هناك منافسة، وبعتقد انه ما متفائل انا كثير، تشبه الواقع العربي اكثر من الاعمال اللي عم نشوفها بالمؤخرا اللي ما بتشبهنا نهائيا. هل منصات المشاهدات اليوم اثروا على القنوات التلفزيونيه؟ اكيد. لا انا مع القناه اللي بتعرض العمل الجيد، والعمل الجيد بيستاهل انه ينعرض على محطه تشاهد عربيا. يعني شو رايك في الشباب اليوم او المنتجين اللي عم ياخذوا الشباب السوشيال ميديا اللي هم مشهورين لحتى يحطوهم بيعطوهم ادوار مع انه هم مش موهوبين؟ هي المهنه ما انا مهنه تيك توك ومشاهير، يعني مع الاحترام لكل الناس، لا هي مهنه فيها مخزون معرفي وثقافي وفيها ثقل نوعي، يعني تحتاج الى جهد. يعني انت عم تحكي على أنبى المهنة وأكثر مهنة متعبة في العالم، يعني هي تحتاج إلى معرفة إلى ثقافة ولا تحتاج إلى استهتار. لا هذا ما بعتقد في استمرارية لهدول الناس، هدول بيطلعوا بيتضووا هيك بيضووا بيروحوا بيمشوا. إلن وقتهم خلص فلاش؟ ما في لا فلاش هي فلاش أكيد. طيب كانت مصر يقولوا عنها بصناعة السينما هي مثل عندهم الصناعة مثل الرز والقطن، والدراما السورية كانت صناعة وذو دخل قومي لسوريا، ماذا يحدث الآن في الدراما السورية؟ الآن الدراما السورية تتعافى تعافى جدا، وأعتقد بأن هذه السنة سيكون هناك مسلسلات على مستوى عالي جدا تعيد الدراما الحقيقية إلى الساحة يعني العربية والسورية تحديدا. يعني في أعمال تشبهنا أكيد. نحن اشتقنا نشوف نفس هالمهرجانات أو هاي الفعاليات في سوريا. ماذا تقول لسوريا اليوم؟ أي بوجه تحية لكل الشعب السوري، بقول له إن شاء الله هالسنة ستعود الدراما وتتعافى، سيقدم هناك أعمال جيدة جدا تشبه الشارع السوري وتشبه المواطن العربي. الفنان القدير والجريء جدا وجدا وجدا عبد المنعم، شو الدور اللي ترفضه؟ أرفضه؟ لا أستطيع أن أرفض أي دور على الإطلاق مهما كان نوعه. مهما كان الدور. لا بعد الحدود. أكيد. طالما في أجندة مثلا؟ لا ما في، ما عندي شروط لأي دور، بالعكس. أنا لا يعني أبحث عن دور الذي يشبه المواطن العربي بشكل أساسي والمواطن السوري يعني الشارع. يعني أنا يعني هي المشكلة إنه في نوع من الممثلين قاعدين بأبراج عاجية ولا يستطيعوا أن يقدموا أدوار دون أن يحتكوا بالشارع. بالأخير المادة اللي أنت عم تأخذيها أولا وأخيرا هي من الشارع. مع الفنان اللي يحشر نفسه مع السياسة ولا هذا شيء وما لازم أو لازم يعطي؟ لا 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 هذا موضوع آخر. لا أنت بتشتغلي فن سياسة إلى ناسه والفن له ناسه. جميل. بس لازم يكون عنده رأي بشكل أو بآخر. جميل. أكيد لازم يكون عنده رأي. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، إن شاء الله العيد يكون خير وصحة على كل أهلنا وتحديد أهلنا فلسطين بغزة، وإن شاء الله يا رب الأمور كلها تكون بخير. تحياتي، شكرا.